طيب احنا وقفنا عند تغيير خصائص الروم تاج، زي ما قلنا عدلنا خصائص كتيرة، منها التكست سايز، ومنها المسافة بين البيانات وبعضها، ومنها ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش من بيانات، وكل الكلام ده. كل اي تعديل بيتم بنعمل اوفر رايت للنسخة اللي موجودة، فبيظهر التفاصيل بهذا الشكل. احنا قلنا رقم واحد يعني الاستفادة اللي احنا استفدناها، رقم واحد مسمى الفراغ، رقم اتنين مجموعة تفاصيل او حسابات تخص الفراغ، وهناخد دلوقتي الميزة الثالثة من ميزات الروم، وهو عمل كي بلان او ما يسمى بالليجند. في الانوتيت هلاقي قرب النهاية كده في حاجة اسمها كلر فيل ليجند، وهي دي بتعمل لك الليجند او الكي اللي المعتمد على مسميات الفراغات. فبعمل كليك عليها، تعالى بيقول لي عايز تحط الليجند فين، هقول له مثلا هنا، بيقول لي الليجند انت عايزه يعبر عن ايه، او السبيس تايب هقول له اسم الفراغ لو سمحت، طب الكالر سكيم هقول له غير اللون حسب الاسم، حسب اسم الفراغ، وهقول له اوكي. فبيعمل ايه، اي فراغات ليها نفس الاسم بيديها نفس اللون، وبيحط لك الوان مقترحة من قبله على اليمين. وزي ما انتم شايفين اللوبي واخد لون مع اللوبي اللي زيه، البيدروم واخد لون البيدروم اللي زيه، لكن باقي الفراغات عشان مش مكررة فهي كل واحد منها ملون بشكل مستقل. ينفع اعدل في الالوان دي؟ اه طبعا. بروح مثلا اختار، بعمل كليك على الليجند وبقول له اديت سكيم، غير لي من فضلك الالوان، بيظهر لك هنا قائمة الالوان اللي موجودة، اي لون مش عاجبك بتحاول او ينفع انك تغيره، زي مثلا اللوبي دي اخليها احد درجات الاحمر، نقول له ابلاي، فهيظهر الليجند، هيتغير الليجند وهتتغير طبعا الالوان. الكلام ده مفيد جدا جدا للمشاريع الكبيره، المشاريع اللي هي مستشفيات، بتلاقي يعني 10 20 30 غرفه في الدور الواحد كلها بنفس الاسم، جس ما بغير الاسم او بوحد الاسماء بتتوحد الالوان، وده طبعا مفيد للغايه. الكالر سكيم اللي موجوده دي والكالر ليج او الروم ليجند بيتغير اذا تغير مسمى الفراغ. احنا قلنا قبل كده انه لو الحوائط اماكنها اتغيرت، يعني زي مثلا الحيطه دي انا هعمل لها موف لاعلى شويه، فهتلاقي كل الحاجات بتتعدل، الالوان بتتعدل والمساحات كمان بتتعدل. ولو مثلا شلت حيطه من فراغ معين، ليكن مثلا الحيطه الصغيره دي، على طول بيفهم انه الفراغين دول اصبحوا فراغ واحد، فمن غير المنطقي ان يبقوا ليهم اتنين رومز، فبقول له ديليت رومز، فهو بيحتفظ بواحد وبيشيل التاني، وبتتغير المساحه علشان يحسب لك المساحه الكليه للفراغين. يعني هو حاسس بخصائص الفراغ. فانا لما شلت الحيطه اتفتح الريسبشن على اللوبي، وخد اسم من الاسمين وجمع المساحتين دول مع بعض. طيب هل في امكانيه، وممكن نعمل الكلام ده مره تانية مثلا في البيدروم، بقوا بيدروم واحده مساحتها 69 متر مربع، هل في امكانيه ان انا اسمي الفراغ الواحد باسمين، كانه يبقى فيه تو زونز داخل الفراغ الواحد؟ اه ممكن، باني بعمل حاجه اسمها روم سيبريتور. روم سيبريتور بتتيح لي ان انا اقسم الفراغ نصين بدون حوائط. يعني ايه بدون حوائط؟ يعني تو زونز داخل السبيس الكبير المسمى بيدروم. وجس ما بحط روم سبريتور، بيتيح لي هذا الروم سبريتور ان انا اسمي الفراغ الجديد باي اسم. حاليا هو روم، فطبعا الاسم بيظهر على طول في الليجند، وبيتيح لي طبعا ليفينج مثلا، بعمل ليفينج، وملاحظين طبعا ان هو خد نفس اللون بتاع الليفينج اللي موجود. وطبعا اي تعديل في مسميات الفراغات بينتج عنه مباشرة تعديل في الالوان. يعني مثلا لو الدبليو سي، لو الكيتشن ده بقى دبليو سي، هياخد اوتوماتيكال لون الدبليو سي. طيب دي الحقيقة كمان ميزة إضافية من ميزات الرومز والروم ليجند. طبعا أسلوب الإظهار ده أسلوب يعني راقي جدا، يعني very professional و interactive، يعني يقدر بسهولة
يعدل الالوان، يعدل الالوان حسب مسميات الفراغات. طبعا مش بيعدل في فراغ واحد، ممكن يعدل في مجموعة في كل الفراغات اللي بتحمل نفس الاسم. الروم سوبريتور مش بس بيفصل بين فراغين داخل فراغ واحد كبير، ده ممكن يحدد لك فراغ اوريدي موجود في الهواء الطلق. يعني اقدر مثلا احدد بره كده بالروم سيبريتور مساحة، واقول مثلا انها البول او الجاردن او وات ايفر المسمى بتاع الفراغ. ولما اجي اروح للروم هلاقي هنا الروم مش قابل، لان طبعا ما فيش زي ما هو كاتب لك كده روم نات انكلوزد، ملهوش اطار، ملهوش حدود، لكن جاست ما بيدخل جوه المساحه التي حددت 3 اضلاع منها بالروم سيبريتور والضلع الرابع بالحائط. بدا يعني قبل ان هو هيسمي هذا الفراغ باسم روم بشكل مبدئي الحين انت بتعدله، وكمان بدا يحسب خصائصه ويلونه. وطبعا احنا خلاص فاهمين ان احنا نقدر نعدل فيه لون البول ده مثلا، اللي هو اكيد مش بهذا اللون، اي حاجة يعني قريبة من المية او الوان المية بهذا الشكل. ده كل ما يخص الرومز والروم ليجند.